السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. هذه قائمة المنتخب الوطني الجزائري، راح نقراها معكم يا خاوتي. والله مازال ما شفتهاش. بسم الله، راح نقراها في المنتخب. الله، شوفوا، بدأوا بالحراس المرمى ماندريا وزغبة وبونبوت، يعني الله يبارك. كما قلنا باللي بونبوت ممكن يعيط له جمال بالماضي، هو عيط له. نرجع للمدافعين، جيتون لاعب باستيا، مهدي ليريس تاع سامدوريا، ماندي تاع فياريال اللي لعب ماتشات في الأخير، بلعيد تاع اليسما، أيضا توغاي لاعب تاع رجي تونسي، بن سبعيني مشان جلاد باخ منتقل إلى بروسيا دورتموند، لوصيف تاع اليسما، وحجام تاع نانت، واحمد توبا تاع اللي راهو يلعب في تركيا. نجو لوسط الميدان، هشام بوداوي، بن طالب، فيكتور لكحل اللي تألق في الدوري الفرنسي هذه المره، زروقي، وعوار، حسام عوار راهو مستدعيه، لاعب اولمبيك ليون، زروقي تاع توانتي واللي راه نورمالمون خلاص انتقل للنادي الهولندي، نسيت اسمه. وكما راكم تشوفوا يا خاوتي، عبد اللي ايضا راه عيط له كما راكم تشوفوا لهنايا تاع انجي. نجو للهجوم، عندك رياض محرز، عندك بوعناني، عندك بالرحمه، عندك شايبي، عندك عموره، عندك سليماني، وعندك بونجاح، وعندك محيوس. ما شاء الله، قائمة لبس بها مكتملة صراحة، لبس بها لحد الآن. شوف فيها قائمة، الله يبارك، ما شاء الله فيها محيوس. ما تقوليش على جلال محيوس، قلت الله يبارك، لا إن شاء الله يتألق إن شاء الله. فيها بونجاح، فيها سليماني، فيها عمورة، فيها شايبيش، فيها بوعناني، فيها بالرحمة، ما فيهاش يوسف بليلي اللي راهو نورمالمون راهو بليسي ايضا. نظن هذاك هو عبد اللي، عوار، زروقي، فيكتور لكحل، بن طالب، بوداوي، اسماعيل بن نصر، على بالكم بلي راهو مضروب. قائمة لاباس بها الصراحة، نشوف فيها يا خاوتي، اعطونا رأيكم فيها. يلا، السلام عليكم.